إنهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحية رئيس البلاد، هذا ما وعد به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدستور الجديد الذي تمت صياغته من قبل لجنة مراجعة وتقييم الدستور بقيادة الخبير الدستوري أحمد العرابة منذ قرابة شهرين. وسط اعتراضات البعض حول بنود الدستور الجديد وخيبة أمل الحراكي، تم طرحه للاستفتاء عليه الأول من نوفمبر الماضي في ظل مطالبات الحراكي بتقليص صلاحية الرئيس واستقلال تام للقضاء. للأسف الشديد بعد وضع المسودة نهائيا نكتشف أنه تم استبعاد كل الاقتراحات من الساحة السياسية بشكل من صياغة الدستور بشكل صادم، ويشكل نوع من قطع الأمل مع إحداث أي تغيير. كان الحركة يفرض أولا على النظام الجزائري رفع سقف التنازلات، وعلى الأقل رفع سقف التطلعات والأمال في إعداد دستور يكون شبه جامع، يكون يؤدي إلى أرضية توافقية لبناء دولة المؤسسات. في المقابل تمت من رأى ملامح تغيير تضمنتها نسخة الدستور الجديد بمنح صلاحيات واسعة للمعارضة في البرلمان وتغيير المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية فضلا عن بنود الحقوق والحريات. لأول مرة أننا تحدثنا في ربما 20 مادة إضافية على الحقوق والحريات، بمعنى وسعنا من دائرة الحقوق والحريات. لأول مرة وضعنا مركزا متميزا لرئيس الجمهورية وآخر أيضا متميز لرئيس الحكومة بصلاحياته وبمهامه إلى آخره. ثم أيضا متنا أو دعمنا صلاحية البرلمان في مجال لا سيما في مجال الرقابة. قول وزير العدل استبعدناه من تشكيلة المجلس القضاء، كما استبعدنا أيضا النائب العام من هذه التشكيلة. وبلغت المشاركة في الاستفتاء على الدستور 23% في أدنى نسبة مشاركة تشهدها الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر. ينقضي العام الجاري على وقع دستور جديد شهدته الجزائر، وسط جدل بين اعتراض البعض على مضامينه البعيدة عن تطلعات الحراك، ومؤيدين يرون فيه نسخة مغايرة عن سابقه وتؤسس لأسلوب حديث في مراحل الحكم في البلاد. محمد جراد، الحرة، الجزائر.